اهلا بحضراتكم من جديد. لسه بنتواصل الفرحه والاحتفال بابطالنا ابطال العرب الكره الطائره سيدات اللي فازوا امبارح بالبطوله العربيه 19 في صاله استاد القاهره صاله رقم 2 بحضور الجماهير وبحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي. الحقيقه احنا بنتواصل بالاحتفال وما كانش ينفع يعدي النهارده غير لما يكونوا معانا ونحتفل بالكاس، كاس الغالي علينا كلنا، كان جاي في توقيت مهم والحقيقه البنات كانوا قدها وقدود. برحب بضيوفي، برحب طبعا عريس الفرح كله كابتن حمدي الصافي المدير الفني وطبعا النجم الكبير صاحب التاريخ الاكبر في كره الطائره. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ ازي حضرتك؟ منورنا والف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. وبالعوده دايما كده بطولات وتبقى معانا في الاستوديو كؤوس يا رب دايما. والله يعني احنا بنتفائل طبعا بوجودنا في البرنامج بتاع حضرتك، وان شاء الله باذن الله نبقى متواجدين على طول معاك ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. برحب طبعا بنهله سامح كابتن الفريق واللي كان ليها دور كبير جدا، احنا تابعناه على الشاشه وعارفين كمان الدور اللي بره الملعب بتعمله ايه. الحقيقه كانت من احد النجوم المؤثرين بشكل كبير جدا، مش في البطوله دي، في بطولات كتيره. اهلا بك يا نهله. اهلا بحضرتك، منورانا. الله يخليك. طبعا منورانا في الاستوديو المحترفه اللي كان ليها برضو دور كبير واداء رائع اكثر من رائع، معانا المحترفه الاوكرانيه اكاترينا. ويلكم اكاترينا. This is your second time in اهلي تي في channel. Am I right? Congratulations for the championship. Thank you so much. خلينا يعني هنبتدي حوارنا طبعا مع كابتن حمدي الصافي في البدايه. كابتن حمدي، بطوله من الاول كان فيها صعوبات، من اول التنظيم يمكن انا عرفت ان التنظيم كان فيه مشكله، كان ممكن البطوله ما تجيش، انت سعيد بشكل كبير جدا عشان البطوله تتعمل وتتعمل هنا عشان انت عارف في الاخر هيبقى المهرجان شكله كده. اكيد طبعا هي البطوله دي الصراحه صعبه جدا في كل ظروفها بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للفريق بتاعنا. يعني من اول قبل البطوله اصابات بالجمله عندنا، مريم متولي عمليه في كتفها، ايا الشامي كسر في صباحها، قعدت شهر ونص تقريبا ما تتمرنش، بالاضافه لان عدد الفرق المشاركه كان قليل. بس الحقيقه اللي نجح البطوله ان اقوى ثلاث فرق تقريبا موجودين في العرب موجودين ومكتملين وبمحترفينهم. فريق الصفاقسي عنده 2 محترفين، فريق الجزائر جاي تقريبا بشبه كامل بمنتخب الجزائر. فالحقيقه بطوله قويه بين الثلاث فرق برغم كل عدد الفرق، لان المنافسه بين الثلاث فرق دول ادوا قوه جدا للبطوله. وخلي بالك حتى لو فرق شاركت يا كابتن، ما احنا قلنا الكلام ده في الاستوديو، قلنا الكلام ده في ملوك الصالات، لو شارك 3-4 فرق مش هيكونوا اقوى من الثلاث فرق التانيين الاهلي والصفاقسي لا، هي المنافسه على البطوله موجوده واقوى فرق موجوده، هو بس عدد الفرق قل، فالمجموع بقت مجموعه واحده بقى من دور واحد. مش هيضيف قوه يعني؟ لا مش هيضيف لقوه البطوله، بس هو هيزود عدد المباريات في البطوله. طب وبرضه يعني امانه قبل البطوله ما تبتدي والماتشات تبتدي، كان عندك ثقه بالشكل الحلو ده؟ سيبك من المكسب، مكسب بتاع طبعا بيد الله سبحانه وتعالى، ما حدش يعرف تعمل عليه، بس في فرق بين مكسب وفي مكسب حلو. كنت متخيل المكسب يبقى حلو كده كده؟ الحقيقه المكسب حلو جدا المره دي لعده عوامل. جمهورنا كبير، جمهور النادي الاهلي ادى للبطوله رونق واداها شكل كبير جدا. وجود طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الخطيب ادى شكل تاني، وان اللعيبه كانت مبسوطه جدا بوجود مجلس الاداره ووجود الكابتن الخطيب. فالحقيقه العاملين دول ادوا شكل للبطوله وادوا شكل لليوم الختامي كمان. صحيح يعني يمكن برضو امبارح طبعا حضور رئيس النادي طبعا الكابتن محمود الخطيب، الحقيقه هو طبعا معشوق الجماهير ووجوده في بطوله زي دي الحقيقه اكيد ضاف شعبيه للبطوله. الحقيقه انا كنت عارف المعلومه دي قبلها ان ممكن الكابتن خطيب يبقى موجود، بس ما حبيتش اقول للعيبه. خفت هيجي بتعب اثر عليه، لان طبعا هو طبعا نجم كبير ووجوده هيبقى عامل ضغط طبعا عليهم ان هم عايزين يفرحوا مجلس اداره، عايزين يفرحوا كابتن خطيب. وهم فعلا لما في نص يعني في بدايه الشوط الثاني لما كابتن خطيب جه وكان الشوط الثاني مأزم جدا. صحيح. الحقيقه وكان فيه منافسه عاليه جدا، بس انا حسيت ان هم يعني الريتم بتاعهم زاد في الاخر. الحماس زاد اكيد اكيد يا كابتن، وانت عارف برضو انت برضو حافظ فرقتك وترمومتر فرقتك، فانت عارف ايه اللي ممكن يحمسهم وبتحس اكيد بفرقتك احسن كتير. اكيد طبعا انا كل ثقه في فرقتي، طول ما فرقتي مكتمله بكل عناصرها احنا الحمد لله ما يعني نقدر نتغلب على اي حد ونقدر ننافس اي حد باذن الله في افريقيا ان شاء الله. هروح لنهله. يمكن انت ايه قصتك بقى بصراحه؟ يعني انا مش عارف اقول لك ايه بامانه، ما شاء الله عليك في الملعب اداء رائع، كنترول، هدوء، ثبات انفعالي. بامانه انا بستمتع وانت في الملعب، وجودك في الملعب يعني كور صعبه كتير بتخلصيها، يعني ما شاء الله جايبه الكلام ده منين؟ ربنا يخلي حضرتك بقى وتشكر. يعني الحمد لله طبعا كل ده طبعا بيجي طبعا بتعليمات الجهاز الفني اول حاجه، والتدريب طبعا اللي احنا مواظبين عليه،
يعني الحمد لله. كويسه يا كابتن نهله، كويسه نهله تلعب كده كتير يا كابتن. هكمل شويه هكمل كده. نهله حد كويس لازم يلعب كتير يا كابتن بعد اللي قالته. نهله نهله خبره كبيره جدا، واحنا مسمينها في الفرقه قلب الاسد. صحيح. يعني اللعيبه قلب الاسد اللي ما بتخافش في المواقف الصعبه. شفتي انا والله مش اهو. لا والله يعني المواقف الصعبه بتشيلها وبتجيب بناط ونقط في وقت حساس احنا محتاجينه جدا. صحيح. يعني خبره صحيح. كبيره يعني. شفت كلامي جاز الفني؟ لا قولي لي تاني، جايبه الكلام ده منين؟ الثبات الانفعالي مهما كان الجمهور، الماتش بتهدي فرقتك، بتجمعيها، بتكلميهم، كنت كده من صغرك ولا اكتسبت ده بالخبرات هنا؟ لا طبعا اكتسبته طبعا من اللعيبه الكبار اللي كنت اتصعدت معاهم. انا اتصعدت درجه اولى وانا عندي 14 سنه. فالحمد لله طبعا يعني لعبت معاهم كتير. يعني اول بطوله لعبتها مع النادي الاهلي كانت بطوله افريقيه، يعني ما كانش لسه دوري. على طول جد على طول، ما فيش محل بخش على طول. دخلت على طول على بخش اخلص على طول. فطبعا اكتسبت كل ده. يعني انا لحقت طبعا كابتن تاني توسون ويوسف عبد الكريم، وطبعا كان معايا طبعا شيرهان سامح اختي. فطبعا يعني لعبت معاهم كتير، يعني قعدت لعبت معاهم كتير. تراكم الخبرات ده كان ممكن تاخديه لو في نادي تاني غير النادي الاهلي؟ يعني لو كنت في نادي تاني، ولا نادي الاهلي سيدات الطايره دايما من 30 سنه ليهم باع كبير جدا؟ لا بالظبط ما اعتقدش. يعني لو انا كنت في نادي تاني كنا هنوصل للي احنا فيه ده دلوقتي. يعني النادي الاهلي من زمان هو اللي كان بيشارك على طول في البطولات الدوليه وبيحتك خارجيا وبيطلع معسكرات، ويعني ما اعتقدش في نادي تاني. يعني ممكن بس من قريب لسه نادي الشمس ابتدى يشارك افريقيا. سبورتنج على سبورتنج يعني لسه اول ما شارك في البطوله العربيه، لكن النادي الاهلي يعني من زمان جدا. يعني طب خليني اسالك سؤال، وانت في الملعب يعني كلنا كنا رياضيين ومرينا باللحظات دي، في الوقت العصيب اللي بيبقى فيه الجمهور ماتش شادد، مين من البنات زمايلك في الفرقه اللي بتقولي لا انا عايزاها جنبي، لا دي هتسد؟ بدون مجاملات، خلي بالك طبعا كلهم نجوم طبعًا. بس انا بسال سؤال هتقولي لا في فلانه لما بلاقيها جنبي في الملعب بيبقى هو صمام الامان. هو سؤال صعب شويه طبعا لا. عشان حضرتك عارف احنا بص هيبقى كلهم كده، بس احكي لي اكتر حد فيه الصفه دي. ممكن بعتمد على ايه شيء شويه في تخليص الكوره، بعتمد عليها ان احنا لو طلعت اول كوره اتخلص الكوره بثق فيها. بثق فيها. طب امبارح في الماتش بتاع امبارح كان في هزه حصلت في الشوط الثاني، وكابتن حمدي قالها في اللقاء، بس كنا شايفين ثبات منك انت بالذات، ما كنتش قلقانه يعني؟ حسيتي في لحظه ان ممكن الجيم يتكعبل، ولا كان عندك ثقه ان المواضيع ماشيه؟ لا هو طبعا يعني حسيت ان الجيم مقفول شويه، بس كان عندي ثقه ان احنا ممكن نقدر نخلصه. يعني كان بالذات الشوط ده كان مهم جدا بالنسبه لنا، ان هو كان ممكن هيخلص الماتش يعني بدري. لو احنا خدنا الشوط الثاني ده كنا هنبقى حسمنا البطوله قبل الشوط الثالث. صحيح خلاص. حتى يمكن هو ده ضغطنا شويه، ان احنا لما خدنا الاول بقينا حاسين ان احنا قريبين بنقرب، فضغطنا اكتر. فكل لما كانوا بيعلوا معانا في السكور كان الموضوع احنا نفسيا بنضغط اكتر، بس الحمد لله قدرنا يعني نسيطر على الموضوع. وكابتن حمدي طبعا 25 23 كابتن حمدي طبعا يعني خد تايم اوت، يعني اللي هو لحقنا برضه في الاخر. ما طبعا اكيد النفس واكيد عدم التركيز والجمهور، خلي بالك بالزبط. الصوت انتوا مش قادرين تكلموا بعض، ابتدوا يضغطوا علينا. كابتن حمدي الحمد لله يعني قدر يوقف. لا ما انا لسه هرجع لكابتن حمدي في حته مهمه في ماتش الصفاقسي لما خرج اخطر لعيبه بره. لا اسبوعي انا فاهم ذاكر. لا ده انا محضر تمام، محضر لكم تمام. يعني كاترينا كونجراتيوليشن فور ذا فيرست شامبيون شيب ويز يو ويز اهلي تيم. What does it mean your first championship with Ahli for you? I was so happy because it's very important for us. For you especially because yes. it's first yes, step course. For you. Yes. يمكن أنا سألت كاترينا قلت لها طبعا دي أول بطولة أهنتها الأول على البطولة، قلت لها دي أول بطولة ليها مع النادي الأهلي بتاعنا، لها إيه؟ قالت بتاعني إن أنا كنت سعيدة جدا بالبطولة دي لأنها الحقيقة أول خطوة ليها مع فريق النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي بيلعب أربع بطولات في السنة معروفة كده، هم اسطمبة عربية دوري كاس أفريقيا، يمكن أفريقيا بتيجي في وسط منافسات الدوري والكاس. What do you say about أهلي fans? Is this your first time to play this It's championship? Amazing. Amazing. Yes. crazy all the time. They shouted all the time and they support the team from first second to the last second. Yes, of course it's very important for us and help played. Do you feel more strong yes, with these fans? Yes. يمكن انا سالتها قلت لها يعني هي شافت الجمهور، خلي بالكوا هي يعني طبعا مش لغتها الاساسيه الانجليزي، هي بتحاول يعني توصل لنا، فاحنا بنحاول برضو نسالها اسئله صريحه نقدر نعرف منها. بقول لها يعني الجمهور الاهلي اللي حضر امبارح بيمثلك ايه؟ يعني بص حتى يعني ساعدتها، يعني انا قلت لها لايك ليتل جيرل يو هير ان يعني بعد ما بتحرز نقطه او حاجه بتبقى زي الاطفال الصغيرين بتفرح. فئات الجمهور كان حاجه جميله جدا لينا، وكان بيدعمني وانا حسيت ان انا اقوى كتير يعني مع جمهور النادي الاهلي. Tell me what is your main dream in the future with Ahli?
Of course, we win all tournaments. All tournaments. Yes. Especially African Championship. Of course. You waiting for this championship? Yes. It's gonna be in our hall, in our arena, in الأمير عبد الله الفيصل, and our in our home in أهلي club. It's very good. It's very good for us. With these fans. Fans, yes, of course. gonna be very good. سألتها قلت لها يعني أنت إيه حلمك يعني الأساسي أو مع النادي الأهلي في المستقبل؟ قالت إنه أخد كل البطولة. الحقيقة اللي بيجي النادي الأهلي بيروح على طول أوب راكب بالمركب بيعرف كل حاجة على طول, بيبقى عارف إن ما ينفعش مركز تاني على طول, خش في السيستم في المفرمة. فقالت أنا على طول. كابتن هيثم إحنا وإحنا بنتعاقد معاهم بنفهمهم النادي الأهلي ده إيه, واحنا هدفنا المركز الاول في كل البطولات ولا تنازل عن المركز الاول. ما فيش مركز الاول ملعب. يعني ما بنهزرش. تاني زي عاشر. فاهمهم الاهلي ما بيهزرش في الموضوع ده. مفرمه يا كابتن. فاحنا سالناها يعني مستقبلك ايه في كل البطولات؟ قلت لها طب سبيشال يعني بطوله افريقيا. قالت لي انا مستنياها جدا. قلت لها هتبقى ملعبنا يعني؟ فقالت وانا عارفه انها هتبقى في ملعبنا مع الجمهور ده, اكيد هيبقى ليها شكل تاني. خليني برضو اجي في حته مهمه كابتن, اختيار المحترفه. الموضوع ده مهم جدا وانا عارف انه صداع. يعني انا عارف قد ايه بيمثل اختيار اللاعب المحترف صداع للمدير الفني, خاصه ان دايما الفيديوهات اللي بتيجي ممكن تبقى هايلايتس, ممكن تبقى حاجه, بس انا عارف ان حضرتك بتطلب فيديو كامل. اخترتها ازاي يا كابتن؟ بص انا اتفرجت على لعيبه كتير جدا يعني قبل بدايه السيزون, كنت حريص جدا السنه دي بالذات لان كنت عارف ان الاهلي ممكن ينظم البطوله الافريقيه ان يبقى عندنا لعيب يساعد الفرقه, لعيب نحتاجه في مركز معين اللي هو مركز اربعه. عندنا لعيبه خبره زي نهله سامح وعندنا لعيبه شباب لسه خبرتهم قليله, فمحتاجين لعيب يساعد في المركز ده, ولازم يكون لاعب على مستوى عالي ولاعب قوي طبعا. يعني يساعد الفرق. اتفرجت على لعيبه كتير الحقيقه واخترت كاترين من بينهم. انا بس يعني في نقطه برضه في حته اللعيب المحترف ان انا بطلب يعني قبل ما بجيبه واتعاقد معاه لازم يعمل معايا معايشه لمده اسبوع 10 ايام قبل التعاقد. لازم يعني دي حاجه مهمه جدا. كلام بنضغط عليه في التدريبات في الفتره دي جدا, فلو عنده اي حاجه بتبان. بس خد بالك في لعيبه ما بتوافقش. في لعيبه ما بتوافقش. بس احنا يعني بنحط لهم حوافز, ان يعني حوافز كتير بنتكلم فيها ان انتوا عندكم كذا وعندنا يعني شروط التعاقد بتبقى كويسه. بيشوف الفرصه تستحق انه يجي. بيبقى بالنسبه له فرصه كويسه فبيوافق ان هو يجي ويتمرن مع الفرقه اسبوع. هي الحقيقه اثبتت في الاسبوع ده ان هي على مستوى عالي الحمد لله. صحيح. وتم التعاقد معاه, هي متعاقدين معاه سنه؟ احنا موسم, احنا بنتعاقد موسم على طول عشان لان احنا لو اللعيب اجاد معانا بنجدد له, لو ما اجادش بنشوف لعيب احسن يعني. طب برضو خليني اقول انه بطولة افريقيا يا كابتن محتاجه اكيد اثنين اجانب طبعا, لان وميزه بيديها لك الاتحاد الافريقي ما تخسرهاش يعني. تمام. بتخطط ان يبقى في اجنبي تاني ولا ممكن نعتمد على كاترينا باللعيبات الموجوده؟ بص هو احنا عندنا مشكله السنه دي ان بطولة افريقيا ميعادها اتغير. المفروض احنا كنا بنلعب في شهر 4 بقت في مارس. بقت في مارس. بس دي مصلحه لينا. خد بالك القناه ده هي مصلحه ليك بس متعارضه مع اليد. مش مصلحه لينا احنا لان صحيح. احنا هيبقى صعب ان احنا نتعاقد مع لعيبه اجنبيه ثانيه عشان اللوائح بتاعه الاتحاد الافريقي ان انا لازم قبليها بثلاث اشهر وتلعب معايا ست مباريات. انت عندك اسبوع بس. انا عندي, لا انا عندي شهرين بس مش لا هتقدر لا انت عندك اسبوع يعني اخر التعاقد قبليها بثلاث شهور. لو قلنا مارس يبقى لازم تتعاقد شهر 12. طيب احنا لو انت لو حسبتها من دلوقتي لحد اول مارس مش هيجيبوا ثلاث اشهر. صح. مش هيكملوا 13. صحيح. فصعب ان احنا نتعاقد. بس احنا بامانه فرقتنا دي هكلمك بامانه, هو طبعا اوبشن يفضل. تمام. بس فرقتنا دي لا انا والله يعني انا بتهيألي يعني لو لعبنا بالمستوى اللي احنا لعبنا البطوله العربيه بتهيألي ما فيش فرقه تقف قدامنا. هو احنا كمان احنا عندنا سياسه كجهاز فني ان احنا ما بندعمش غير في الشديد القوي او يعني لو احنا محتاجين فعلا. صحيح. يعني ما بنحبش نجيب لعيبه ونقعدها ولاعيبه زياده. اللي هيجي يجي يشيل. اللي هيجي يجي يلعب ويشيل او ما عندناش البديل. صحيح. الحمد لله عندنا بدائل كتير في الفرقه وان شاء الله باذن الله ان هم قادرين يحققوا البطوله باذن الله. كلام محترم يا كابتن, كلام محترم. يمكن نهله اجي لك. طيب معانا مداخله طبعا رنا الجوهري. رنا ازيك؟ اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. ازي حضرتك؟ الف مبروك على البطوله, كان نفسنا تبقى معانا بس يعني ان شاء الله تبقى معانا في فرص ثانيه. بس حضرتك قولي لي جدا والله يعني نشوه الفرحه لسه موجوده ولا بعد يوم من البطوله الجميله دي بدات؟ لا موجوده طبعا, موجوده هتفضل موجوده على طول طبعا والله. طب رنا يمكن كابتن حمدي بساله هتدي اجازه قد ايه؟ يوم واحد, فخلي بالك اجهزي للتمرين بقى بكره. طب قولي لي يعني انت طموحاتك ايه؟ باصه لايه كمان السنه دي؟ يعني ما شاء الله في دعم كبير من النادي, احساس الجماهير بيكوا عالي جدا, يعني طموحاتك ايه الفتره اللي جايه مع الفرقه؟
اول حاجه طبعا احنا نشكر حضرتك جدا جدا لدعمك لينا، والله بجد ميرسي قوي لحضرتك، كل الجماهير طبعا اللي جت حضرت المباراه، ده حقكم، ولمجلس اداره النادي الاهلي لان هم فعلا اهتموا بينا جدا جدا، شكرا جدا ليهم. اول حاجه احنا هنستنى فيها ان شاء الله يعني بعد ما حققنا فوزنا ده، ان احنا ان شاء الله هدفنا الفتره الجايه ان احنا نرجع لقب افريقيا. ما كانش لينا نصيب فيه السنه اللي فاتت، بس ان شاء الله هنرجعه تاني السنه دي باذن الله. طب رنا قولي لي على موقف كده حصل طريف في البطوله كده، يعني حاجه ضحكتك، يعني خدت لنا حاجه بالكواليس كده. والله البطوله كلها كانت احداثها ظريفه جدا جدا، والله الحمد لله الجو العام كله كان حلو، واحنا حضرتك عارف الاهلي يعني اسره طبعا الفريق كله الحمد لله بالجهاز بكل حاجه، فالبطوله كلها كانت الحمد لله ماشيه كويس جدا جدا، ما كانش فيها اي مشاكل الحمد لله، من تنظيم لكل حاجه كانت فيها حلوه والله الحمد لله. طب الجمهور طبعا بالفوز فرحان، طب لا الجمهور كمان وحضوره والتزامه، بيتهيألي ده كان شكل يعني جدا. مش قادره اقول لحضرتك والله، طبعا اللعب مع الجمهور غير خالص، يعني اللعب المباراه عاديه كده من غير جمهور دعم لينا غير طبيعي، وروح وحاجه يعني بجد جميله جدا، بجد نشكرهم والله على ان هم حضروا معانا، ونتمنى ان هم يكونوا معانا ان شاء الله البطولات اللي جايه باذن الله. اكيد رنا الجوهري لاعبه الفريق طبعا شكرا جزيلا، والف الف مبروك، ونتمنى ان شاء الله تكوني معانا باذن الله في ملوك الصالات. اكيد نهله جيلك، يعني احنا شفنا بامانه الحاجه دي اساس المكسب، ويمكن كابتن حمدي اكيد على نجم كبير واسطوره وعارف الكلام ده، الروح البنش زي اللي بره زي اللي جوه، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، والكوتش واقف مش قلقان من اللي قاعدين على البنش لان هم مش متضايقين او ان هو ما شاركش. جبت الروح دي منين؟ طبعا يعني اول حاجه من الجهاز الفني هو اللي قال لنا الموضوع ده، يعني دايما قبل كل بطوله دايما الفريق بيقعد مع الجهاز الفني وبنتكلم ان احنا كلنا هدفنا واحد، ال 12 لعيب او ال 14 لعيب هدفنا ان احنا نوصل للبطوله ايا كان مين السته، والحمد لله دي ميزه في فرقتنا، يعني بقى لنا كذا سنه دي ميزه في فرقتنا، الفريق كله همه ان احنا نكسب، ما فيش حد همه شخصيته يعني شخصه هو بس، لا كلنا عايزين نكسب، الاحسن هو اللي يلعب، اللي هيقدر اللي الكابتن هيحتاجه هينزل يأدي عشان نقدر نوصل للنجاح. طب بامانه يعني لما بتحس يا نهله ان في مثلا لعيبه، احنا بشر ممكن لعيبه ما تلعبش تبقى زعلانه، ممكن تغييره مثلا، كانت وضع طبيعي بيحصل في كل فرق العالم، يعني حتى الكره ريال مدريد وبرشلونه واسامي كبيره، انت بتعملي ايه في الحاله دي لما تحسي ان لعيب اتضايق، حسيت ان هو ممكن يكون كان محتاج وقت اطول في الملعب، تتصرفي ازاي؟ طبعا هو الحمد لله يعني احنا كلنا الفرقه يعني نعتبر عيله واحده، ما فيش بنتكلم مع بعض، حتى ممكن كمان نكون بنتكلم مع الجهاز الفني، طبعا كابتن حمدي بيقول لنا هو محتاج ايه في الماتش ده، والحمد لله الفرقه يعني كلها، انا قلت لحضرتك فعلا يعني مش ببالغ، بس حتى ممكن الموضوع ده بيزيد كل سنه من واحنا مع بعض، يعني مش زي من 3 سنين، لا السنه اللي فاتت كان احسن، السنه دي احسن في الموضوع ده، ممكن كان الموضوع ده يحصل اول سنه، دلوقتي لما الفرقه كلنا بقينا عارفين بعض وعارفين ان احنا هدفنا ايه وفكر الجهاز الفني معانا ايه، الموضوع ده يعتبر فعلا السنه دي او في البطوله دي بالذات انا يعني ما صادفنيش فعلا الموقف ده خالص. طب نهله خلينا اقول ان انتوا كل ما بتكسبوا بيبقى في مسؤوليه طبعا. يعني كل ما الناس بتتابعكم اكتر كل ما بيبقى في طموحات، يعني ان شاء الله يا رب بطوله افريقيا يا رب تبقى حاجه جميله زي كده ونشارك في بطوله العالم، يعني انا عارف ان كابتن حمدي الصافي عنده طموحات ملهاش حد، وحتى هو لعيب كان كده، كان دايما باصص للاعلى الاعلى، المسؤوليه دي ما بتخوفكوش؟ مش خايفين في لحظه تيجي تقولوا لا احنا مش هنكون قد المسؤوليه، ولا بتزيد اصرار معاكم؟ لا انا بحسها ضغط اكتر، يعني لما بنكون فرقه على طول بتكسب بنبقى موضوع الهزيمه بالنسبه لنا صعبه شويه، حتى بالنسبه للناس، يعني احنا وصلت لدرجه ان الناس يعني بيتكلموا ان احنا فرقه ما بنلعبش حد، وده طبعا يعني ده مش حقيقي، يعني احنا الحمد لله احنا بنكسب بمجهودنا، بنقابل فرقه صعبه، بنقابل فرقه قويه، فده كله بيعمل علينا ضغط، ان احنا صح. خلاص الناس خدت ان الفرقه دي ما ينفعش تخسر. صحيح صحيح. فبقى علينا ضغط اكتر بصراحه، اكتر من السنين اللي فاتت بكتير. صحيح. كاترين ليت مي تيك يو اواي فروم ذا فولي بول ليتل بيت. وات دو يو دو مور بيسايد براكتس؟ يو براكتس افري داي اي نو. يس. وات دو يو دو مور؟ ميبي ووك اراوند، ميبي شوبينج. يس اوف كورس شوبينج اند واتش انذر بلايرز ان ايجيبت. Do you spend more time inside the club when you stay in the club doing something, or you finish your practice and go back home? All time when they shop, when they stay home. You stay alone now?
your husband was with you. Yes. Now you stay alone. Yes. And you call your family every day and yes, home. Of course. Yes. Yesterday call family and my family. Congratulations, me and my team, that we won. They watched your game in TV. Watch in YouTube. In YouTube. Yes. You send the link and they watch it. And tell me about the Oriental food about. For Egyptian Oriental food, what much or more food you like in our Oriental food in Egypt? More time I cook it myself. No, you cook by yourself, but not Oriental food. It is your local food. So I like. Did you try food, tamaya, something like this or not? Egyptian food. Maybe desserts. Yes. Egyptian desserts like. ما فيش ما كلتوش أي حاجة. بتحب فعلا هي الحلويات يعني. حلويات بس. بتحب الحلويات اللي في مصر. هي أنا سألتها كذا سؤال يعني سألتها إن هي بتعمل إيه جنب الفولي بول؟ قالت لي أنا ساعات بخرج شوبينج ساعات برجع أتفرج على التلفزيون هي قاعدة لوحديها دلوقتي قالت لي ساعات بقعد في النادي ممكن أشرب حاجة سألتها عن الأكل اللي هو الشعبي المصري قالت لي يعني مش كتير أنا بطبخ بنفسي طبعا لأن بيبقى فيه فرق ثقافات في موضوع الاكل لانه مش كل الناس بتقدر تتاقلم على الاكل المصري وده شفناه مع لعيبه اجانب كتير بيبقى في مشكله في موضوع الاكل هم يا اما بيطبخوا نفسهم يا اما بياكلوا فاست فود المعروفه تبقى مساله وقت وبتاع وبعد كده بيتاقلموا على الموضوع انا عارف ان هو ده بيبقى موضوع في الاول بيبقى قاسي شويه على اللعيبه الاجانب سالت نهله قلت لها يعني ما خلتهاش تجرب شويه الاكل الاورينتال قالت لي لا يعني ما حاولناش وبتاع وكده انا عارف يا نهله ان انتوا اكلتوا حاجه اول امبارح بعد الفرقه كلها صح حصل الكلام ده كله حصل كل فرقه تعبانه كل فرقه تعبانه انتوا طبعا احتفلتوا بالمكسب اكلتوا طبعا في من ساعتها من امبارح واحنا مش كويسين خالص يعني ده يعني كويس انها جت في كده قلنا الحمد لله بعد البطوله كويس انها جت بعد البطوله لا ما خدي بالك في البطوله تالي كابتن حمدي مش هيديكوا فرصه تاخدوا مره البطوله بيبقى الموضوع صعب يعني صعب جدا طب قولي لي يا نهله برضو يعني خلينا نقول كاترينا برضو موجوده خلينا نتكلم عن الالتزام شويه انا شايفها في التمرين بتبقى جد جدا شايفها بتبقى مركزه يعني شايفينها دخلت معاكم في الصف على طول ولا خدت وقت هي بصراحه يعني هي لعيبه ملتزمه جدا وطبعا امكانياتها الفنيه مساعدانا جدا في الملعب يعني احنا حتى مطمنين وهي معانا كمان في حاجه بصراحه انا يعني وانا معاها في الملعب واخده بالي منها ان هي مش بتخاف يعني وهي بتلعب لما حضرتك كانت بتقول الماتش بيشد في دايما كان ممكن لعيبه محترفين انا لعبت يعني كان لعبت في الاهلي كان معانا محترفين كتير كنت بحسهم بيقلقوا اكتر مننا انا بصراحه حاساها لا عندها ثقه بتلعب وفيها شويه روح الاهلي يعني حاساها فيها خلي بالك لعبت الناشونال تيم بتاع اوكرانيا وعندها برضو ايه يعني زي ما بيقولوا خبرات يعني هي لعيبه صف اول يعني بامانه انا بقول بصراحه ان انا لا انا حاساها كنت متوقع انها تاخد كاس امبارح بصراحه بصراحه انا شايفه ان هي يعني ادت بطوله عاليه جدا البطوله العربيه كابتن في الكلام ده ولا ان هي كانت يعني طبعا كل الاحترام للجنه المنظمه وكل حاجه بس احنا بنتكلم فنيه كنت متوقع انها تاخد كاس احسن بص انا الصراحه كنت متوقع كل لعيبه الاهلي كل لعيبه الحقيقه كلهم يستاهلوا احنا لعبنا الماتشات كلها ما خسرناش شوط يعني بس هو طبعا البطولات ديت لازم بيتم فيها توزيع على كل الفرق وصعب انه يديك اكتر من 3 4 كاس ما ده يمكن شويه بيبقى الاختلاف ما بين الافريقي والعرب يمكن الافريقي لو فرقه خدت كل الكؤوس بيدوها لها ممكن الافريقي شويه لو الفرقه تستحق بيدوها لها انما العربي ممكن يبقى العربي فيها شويه يعني فريندلي شويه طب خليني اسالك يا كابتن عن اول مباراه ويا ريت يا جماعه لو يكتبوا لنا لقطات اللي هي مباراه الصفاقس التونسي يمكن شفنا السيرفات اللي في الاول ويمكن كنت انت الاهلي على السيرفات في الاول تقريبا وكان معاكي تقريبا شروق أيوة في الاول كان التركيز كله على اللعيبه رقم 2 لا احكي لنا القصه دي بقى هو القصه احنا كنا في المحاضره متفقين على سيناريو معين للمباراه في لعيبه معينه انا عارف ان هي بتتعصب شويه وهي لعيبه مهمه بالنسبه لهم فانا قلت لهم اللعيبه ديت عندها شويه يعني ضعف شويه في الاستقبال لو اللعيبه ديت ضغطنا عليها المدرب هيسحبها وهينزل واحده تانية اقل منها وهنبتدي نركب المباراه وكده الحمد لله يعني كل اللعيبه كانت في اليوم ده موافقين جدا في السيرف بتاعهم فعلا اللعيبه يعني أربع ما كملتش المباراه اربع كور اتسحبت وحد حاول يرجعها تاني ما عرفتش تنزل المباراه فديت كانت يعني الحمد لله اللعيبه يعني عندنا لعيبه خبره لما بنقول حاجه في المحاضره او يعني خطه معينه دي اللقطات الاولى في الماتش وكانت فعلا كان في تركيز جامد احنا حتى لما خرجت كنا في الاستوديو التحليلي قلنا ان ده مقصود طبعا يعني احنا قبل المباراه بنعمل سيناريو للمباراه
اللعيبه بتعيش معانا في المباراه، اللعيبه بقى التنفيذ بتاعها بيفرق في نتيجه المباراه. صحيح. يعني اللعيبه بتاعتنا في المباراه دي نفذوا اكتر من 90% من المطلوب منهم. صحيح. كل ما المطلوب منهم بيبقى بينفذوه بدرجه عاليه احنا الماتش بالنسبه لنا بيبقى اسهل. صحيح. وده اللي حصل في ماتش الصفاقسي. فرقه الصفاقسي قويه جدا على فكره، فرقه تقيله وفرقه محترمه وتقدموا جدا عن البطولات اللي فاتت. الاضافه بتاعت المحترفين اضافت لهم كتير. لا اعتقد ان ماتش الصفاقسي في الظروف العاديه ممكن ما يطلعش 3-0. لا ده انا عايز اقول لك على الظروف دي كمان، لان احنا قلناها يعني لان الماتش ده كان ماتش مصيري. بس خلينا ناخد رحمه حسن طبعا نجمه الفريق. ازيك يا رحمه؟ هلا، ازيك يا كابتن هيثم؟ ازي حضرتك؟ مبروك عليك المكسب ومبروك عليك الاداء، يعني حاجه تشرف. الله يبارك في حضرتك، مبروك علينا كلنا ومبروك على النادي الاهلي. رحمه، يمكن احنا كان لينا لقاء بعد بطوله افريقيا اللي فاتت ما توفقناش فيها، ولكن كان عندكم اصرار وانت قلت لي لا احنا هنركز. يمكن البطوله دي اول رد في الملعب ان انتوا تستحقوا الكثير والكثير. تقولي ايه عن المكسب ده؟ طبعا المكسب ده بالنسبه لنا غالي قوي، ان احنا رجعنا البطوله للنادي تاني بعد اللي حصل السنه اللي فاتت، عدم التوفيق اللي حصل السنه اللي فاتت. وعلشان نرد على كل الناس اللي هم كانوا فاكرين ان احنا وقعنا، نقول لهم لا طبعا الفرقه دي بس هو كان حظ مش اكتر، يعني كان درس اتعلمناه كلنا. والحمد لله البطوله رجعت يعني لبيتها، وان شاء الله احنا ناويين على افريقيا اللي جايه ان شاء الله نرجعها تاني ان شاء الله للنادي. طب رحمه قولي لي، يعني انت رحتي مع المنتخب شاركتي في بطوله افريقيا ومع النادي كل البطولات الحمد لله، الموضوع ده مش حاسه باجهاد؟ مش حاسه ان انت محتاجه راحه، ولا ده بيزيدك اصرار ان انت تتواصلي في تمرين والماتشات؟ لا بصراحه هو كابتن حمدي بيبقى فاهم ده طبعا قوي، فبيريح اللعيبه، يعني بيريح كل واحد بيديله حمل التمرين اللي هو محتاجه. عمره ما اجهدنا يعني وجه على حد فينا، ف يعني هم متفاهم ده قوي. فلا احنا مش محتاجين راحه، يعني لما بنبقى محتاجين راحه بناخدها. طب رحمه، يعني انت خلينا نقول في الدوري مفيش منافسه قويه جدا، الشمس يمكن عنده ظروف صعبه، سبورتنج يمكن بينافس برضو يعني على استحياء، لسه محتاجين شغل، يعني برضو المنافسه المحليه مش قويه. طب انت كلاعبه شايفه ازاي تحافظي على مستواك يا رحمه؟ والله يا كابتن هيثم احنا البطولات اللي هي احنا المفروض احنا نلعب ان شاء الله لو ربنا يعني كرمنا وطلعنا البطوله الوديه بتاعت الشرق دي، يعني بتبقى احتكاك برضو، بنحاول نعمل احتكاك برضو. كابتن حمدي بيلعبنا ماتشات وكده، ف بس هي بطولات ورد في الدوري مش سهله قوي، يعني هي مش على زي البطولات الدوليه وكده، بس الدوري برضو سهل، يعني سبورتنج كويسين والشمس كويسين والزمالك ابتدى برضو يدخل اهو في المنافسه كويسين. طب رحمه قولي لي، اتعشيتي بره امبارح معاهم ولا يعني؟ لا اتعشيت، كان عندي امتحان بقى. انت هربتي بقى من، يعني انت الحمد لله انت عديتي فلتتي. يعني رحمه طبعا حسن اشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، الف الف مبروك، يا رب مزيد من التوفيق. خلينا اتكلم معاك يا كابتن عن مباراه الصفاقس اكتر، لان الحقيقه الماتش ده كان مهم مش بس للبطوله. خد بالك لو كنا لا قدر الله تعثرتم فيها كان هيبقى تعثر في البطوله، ودي كان اول مباراه في الموسم تعتبر جامده. انا بعتبر ماتش الصفاقس هو النهائي، مش مباراه الجزائر، مش على اعتبار ان فريق الصفاقس اقوى من الجزائر ولا كده، لا على اعتبار ان الصفاقس فاز اول مباراه. لو انا خسرت مباراه الصفاقسي خلاص البطوله انتهت. صحيح. انتهت من تاني يوم، فهو ده كان صعوبه مباراه الصفاقسي، داخل كسبان اول مباراه فريق قوي فريق المجمع، وانا بلعب تاني مباراه قويه معاه، فبالتالي لو حصل اي دروب في الماتش ده البطوله اتحرقت خلاص. بس الحمد لله اللعيبه بتاعتنا كانت مركزه جدا. انا كنت قلقان قوي في الاول ومع الوقت. طبعا انا بلعب ماتش بطوله راحت ولسه عندي 3 ماتشات، طبعا كان موقف صعب جدا، والقرعه هي جت كده يعني. صحيح. من عند ربنا. بس صحيح. الحمد لله لعبتنا كانت مركزه جدا، كانوا حافظين فريق الصفاقسي عن ظهر قلب. الماتش قوي على نفسك يا كابتن. الحمد لله الحقيقه كان كل اللاعبين متالقين الحمد لله. صحيح. فده سهل علينا المباراه. صحيح. يعني صحيح. طب نهله قولي لي، ماتش سبورتنج احنا ما كناش يعني ايه، ما كناش في التوب فورم بتاعتك. اكلمك بامانه، احنا في الاستوديو حتى ما كان الكلام ده ما كانش على الهوا بيتقال، بس كان واقع، احنا كنا قلقانين يعني، قلقنا سنه، خاصه لما شفنا ماتش الصفاقسي والمجمع قلنا ده ضلمه. اكلمك بامانه، قولي لي ليه الهزه حصلت في ماتش سبورتنج؟ دايما بيبقى ماتش الافتتاح في اي بطوله بيكون فعلا في ضغطه كده، بالذات طبعا ان الجمهور كان حاضر من اول ماتش، ده يعني طبعا بيساعدنا، وفي نفس الوقت بيحط علينا ضغط ان احنا بنلعب في ارضنا وسط جمهورنا واول ماتش في البطوله، فدايما بيبقى فيه الهزه دي. فاحنا الحمد لله اول لما عدينا ماتش سبورتنج كنا يعني حتى كابتن حمدي طمنا، قال لنا ما تقلقوش لازم في ماتش الافتتاح يحصل كده، وان شاء الله بكره هيكون الموضوع احسن. وفعلا ادينا تاني يوم نسينا خالص ماتش سبورتنج، والحمد لله ان احنا كنا عديناه 3-0،
وركزنا بقى في ماتش الصفاقس. وبرضو خلي بالك اول دقيقتين او ثلاثة في ماتش الصفاقس برضو كانت الهزة دي موجودة. كان في شدة طبعا. هو زي ما حضرتك قلت كان يعتبر اجمد ماتش لسه اول ماتش نقابله جامد يعني بالقوة دي في السيزون عامة ككل. وكمان زي ما كابتن حمدي قال ان كان لسه كسب الجي اس بي فاللي هو كان فعلا فاينل. هو لو كان كسبنا كان خلاص خد البطوله. صحيح. فكان في ضغط طبعا علينا جامد ان احنا كمان بنلعب على ارضنا. طب انت كنت عارفه ان ايه مصابه يعني مش جاهزه 100%؟ طبعا كنت عارفه. طبعا. طب هي لما قالت لكم انا عايز العب وبتاع ككابتن فرقه وبتكلم معاكي ايه؟ هي فعلا هي يعني الدكاتره كانوا بيقولوا لها ما ينفعش تلعب وهي اللي فعلا كانت عايزه تلعب. يعني حتى لما كنت بتكلم مع الدكتوره انا وهي الدكتوره قالت لها يعني انت طبعا في ريسك يعني اصبحها مكسور وكان في ريسك ان الكسر ده يزيد وتحتاج عمليه بعد كده. بس هي بصراحه يعني قالت لا خلاص انا هربطه واجرب وفعلا خدت الريسك وجربت ولعبت الحمد لله معانا البطوله يعني وحصلت على احسن لعيبه فالحمد لله. ما شاء الله عليها. طب قولي لي مين اللي بيقعد مع كاترينا في الاوضه؟ مين راح يتفاهم معاها؟ نور ياسين. نور ياسين بتحب المحترفين. فهي قاعده معاها. خدي بالك ده موضوع عليه دور مهم. طبعا. انا ليه بقول كده؟ لان اللاعب اللي بيقعد مع اللعيب الاجنبي لازم بيدخله مع الفرقه في صح في صح. يعني بيبقى هو همزه الوصل ما بين الفرقه وما بين اللاعب. بصراحه نور يعني لعيبه صغيره وما شاء الله ادت بشكل يعني متهيألي من احسن البطولات اللي لعبتها البطوله صح. دي ما شاء الله يعني ليها مستقبل كمان لسه لها كتير يعني ما شاء الله وصلت للمستوى صحيح. ده وهي لسه صغيره ان شاء الله لسه صحيح. كاترينا what is the most difficult game you played with اهلي in Arabic championship most difficult game maybe تونس صفاقس تونس yes it was most difficult because we must won yes won. It's very important for us first and already first. They have two professional players one from I think Ukraine and Ukraine and yes, one from Ukraine and Brazil. Brazil, yeah, and a very, very, very good team and a very disciplined team. Yes. You must. Saw that. يمكن أنا سألتها إيه أصعب ماتش لعبته في البطولة كقالت الصفاقسي فرقة كويسة يعني نفس الكلام اللي قاله كابتن حمدي الصافي طبعا هي أكيد ما كانتش فاهمة الكلام اللي كان بيقوله كابتن حمدي بس ده بيأكد معلومة مهمة إنه الجهاز الفني واللاعبين بيبقوا شايفين نفس الرؤية. يعني كابتن حمدي قال ان ماتش صفاقسي اصعب ماتش هي كمان حاسه ان ده ان هو كان اصعب ماتش وانه كان لازم نكسبه خاصه ان هم في اثنين اجانب يعني كان مهمين جدا ان هم يكسبوا الماتش. طب خليني برضو نهله اسالك سؤال برضو مهم يعني حته انه التحكيم برضو كان ماتشات جامده والحكام طبعا ما فيش اجانب يعني في افريقيا ساعات بنشوف كابتن اجانب وكده. طيب ما حسيتيش في لحظه ان التحكيم اقل شويه من مستوى الملعب بامانه يعني خلاص البطوله خلصت؟ بصراحه كان في غلطات تحكيميه ممكن علينا و ناحيتين في الناحيتين يعني كان غلطات موضوع لمس الشبكه ده انا كنت شايفه ما كانش بيتحسب يعني ما بيتحسب وساعات يتحسب والدبل يعني شفنا في كوره كابتن حمدي اعترض عليها لان فعلا ما كانش فيها حاجه فعلا ما بقولوا في كوره دبل ما كانتش بتتحسب كان في غلطات يعني ممكن الحكم الثاني يدي اشاره والحكم الاول يدي اشاره ثانيه صحيح حتى لما كنت بروح اعترض يقول لي الحكم الثاني مثلا قال لي تاتش وانا شايفه مثلا الحكم الثاني قال له اوت بس ما كان صحيح. الموضوع صعب شويه. كاترينا وي توك اباوت ذا ريفري هاو دو سي ريفري از فيري جود ليفل اور يو سو سمثينج نوت جود اي ثينك نورمال نورمال يس سم ميستيكس بات فور بوث سايدز يس mistakes but not too much not a lot not too much. انا سالتها الحقيقه عن برضو نفس السؤال اللي وجهته طبعا لكابتن نهل عن الحكام. انا ليه بقول الحته دي لان في اوروبا طبعا مستوى التحكيم اكيد اعلى وكاترينا طبعا لعيبه منتخب اوكرانيا فقالت لي انا شايفاهم ان هم نورمال يعني ما كانش فيه او طبيعي ما كانش فيه حاجه كان فيه بعض الاخطاء بس مش مؤثره ولكن يعني ده مهم ليه نسال على التحكيم لان انا شفت كمان الاهلي حاجه كويسه جدا بامانه انتوا عملتوها مش مركزين مع التحكيم خالص يا كابتن والله يعني احنا كنا مركزين اكتر منكم طبيعي طبعا يعني انا اتكلمت معانا على حتى في نص المباراه قلت لهم يعني بلاش بقى نتكلم مع الحكم لان هو ده مستواهم احنا يعني جزء من هياخدوا جزء من مستوانا وتركيزنا في المباراه فاحنا نسيبهم خلاص اللي يحسبوا علينا يحسبوا واحنا نركز في لعبنا ونخلص بلعبنا يعني. برافو عليك يا كابتن بامانه نجم يعني انا بتكلم بامانه والله يا كابتن يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده تراكم خبرات يعني نجم يعني اقول كابتن حمدي الصافي نجم كبير وحته ان انت توجه لعيبتك ان ما تركزش مع التحكيم هو ده الصح على فكره
يعني احنا كنا كويسين في المباراه ويعني والسكور كان يعني كان مريح، بس في حاجه انت لو تفاعلت مع الحكم هم هينفعلوا معاك. اكيد طبعا، اكيد طبعا، بس احنا يعني كنا مركزين اكتر ان احنا ننهيها بمستوى فني عالي وبدون خساره اي شوط يعني. اكيد اكيد كابتن حمدي، يعني نورتيني وشرفتيني، الوقت عدى بسرعه. انا يعني كابتن حمدي طبعا قاعد مكمل معانا، بس طبعا يعني هرحب بالضيوف طبعا الجداد واشكركم، اشكرك من اهلا شكرا جزيلا. انت يعني شرفتينا وفضلت تيجي قناه النادي الاهلي بالرغم ان انتم مخلصين البطوله امبارح. شكرا للاهلي. طبعا شكرا جدا كاترينا، ثانك يو سو ماتش فور يور فيزيت فور اهلي تي في شانل، اند اي ويش يو اول ذا بيست ويز اهلي ان ذا نيكست تشامبيونشيبس. ثانك يو. الحقيقه هنطلع فاصل سريع. طبعا شكرت طبعا الاهلي وكاترينا على وجودهم، كابتن حمدي صافي مكمل معانا، اكيد هنضم لينا نجوم جداد. فاصل صغير وارجع لحضراتكم عشان نكمل احتفالنا ببطولات العرب لكره الطائره سيدات.
اكيد لسه مستمرين مع حضراتكم في احتفالاتنا مع ابطال طبعا الابطال العرب طبعا نجمتنا نجمه الفريق الاول للكره الطائره السيدات اللي فازوا طبعا بطوله عربيه امبارح وما زلنا مستمرين مع الاحتفاليه دي اقل حاجه الحقيقه نقدر نقدمها لفتيات الذهب الحقيقه اللي اسعدونا كتير طبعا برحب في الاستوديو الضميلي طبعا مهندس صفقات الفريق الاول طبعا للسيدات وطبعا مش هنقول الصندوق الاسود بقى اللي حافظ كل حاجه لا الصندوق الابيض كابتن مجدي بيبو منورنا مدير اداري الفريق اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك منورنا يا كابتن الله يخليك هنطلع منك شويه اثار دلوقتي تحت امرك مش عايزينك تبخل علينا بقى بلاصتك لا ان شاء الله اللي انت عايزه ان شاء الله وبنرحب طبعا باحسن لعيبه عربيه وطبعا ده مش لقب جديد عليها هي حصلت على احسن لعيبه افريقيه ايضا واللي لعبت وايديها عندها شرخ في صباع ايديها اليمين كمان طبعا لعبت البطوله كده بالكامل يمكن باقل من 30 40% من قوتها ومع ذلك حصلت على افضل لاعبه طبعا معايا ايه الشامي ايه الف مبروك الله يبارك فيك ميرسي ربنا وطبعا شرفتينا وكاس طبعا احسن لعيبه بالبطوله ده شرف كبير جدا للنادي الاهلي كله ربنا يخليك ميرسي وطبعا وبرحب بالصاعده طبعا بسرعه الصاروخ ربنا يكرمها ما شاء الله وقاده الفريق الحقيقه انا شفتها على الحقيقه لقيتها اطول كتير من في الملعب انا دايما عندي فكره ان المعدين بيبقوا قصيرين بس ده انا الحقيقه يعني ما شاء الله طويله يعني على الشبكه ما عندناش مشكله خالص طبعا برحب بدانا شوقي مؤديه الفريق دانا منورانا ربنا يخليك شكرا ربنا يوفقك في اللي جاي انت طالعه يعني بقوه الصاروخ ان شاء الله تكوني يعني زي ما تكون ثقات الناس كلها فيكي تكوني كده ان شاء الله شكرا طبعا اروح لكابتن مجدي يعني كابتن شفناك في البطوله عندك هدوء كده غريبه يعني يا كابتن بامانه تحسد عليه بصراحه يعني احنا كنا شايفينك طب كنت لابس كاب اسود كمان عارف ايوه الهدوء ده كنت جايبه منين يا كابتن انا مش هدوء احنا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني الواحد بيكون ضغط اعصابه على الاخر احنا بنحاول نكون ثابتين يعني انا اتعلمت دي من حمدي الصافي الدنيا بتبقى مقلوبه والمواقف متأزمة جدا ولكن هو بيبقى ثابت جدا يعني في بطوله افريقيا اللي فاتت كان في تونس انا ما كنتش قادر اقعد لكن ببص له في المواقف الصعبه لقيته ثابت جدا فدي حاجه بتبقى مهمه عشان ننقلها للعيبه لان لو توتر الجهاز في المواقف الصعبه زي دي بتتنقل اوتوماتيك للعيبه ما بتبقاش صعبه. لعلمك واحنا قاعدين في الاستوديو التحليلي امبارح كان كابتن محمد شعراوي وكابتن منى عبد الكريم وكابتن انجا الشامي لما كان معايا فسالتهم قلت كابتن حمدي شكله عصبي قالوا له عصبي؟ لا ده خالص لا 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 الدنيا تتقلب وهو ما لا لا دي هي ميزه عنده هو بيبقى ضاغط نفسه جامد بس ما بيظهرش اي حاجه بيبقى ثابت جدا عشان يقدر يفكر ما انا بقول لحضرتك كان ظروف صعبه جدا ما كنتش قادر اقعد على البنج صحيح صحيح من صعوبه الموقف لكن هو بيبقى ثابت عشان يقدر وفعلا يعمل حمدي الصافي في ميزه ان هو يقلب الدنيا صحيح يعني ممكن الجيم يعمل فيه حاجات كده يعني بص اللي بانا يمكن كنت بطلع فيها شويه التوتر كنت على فكره يعني في اول يعني طريقتك اللي بانا في اول المباراه غير اخر المباراه خالص المباراه كان فيه توتر وبتاع بس مع الوقت ودي حاجه بنحترمها ويمكن كابتن مجدي كمان بيقول اهو ان يعني حتى انت بتصدر اللعيبه الهدوء حتى الجهاز نفسه بيمتد بيستمد الهدوء منك بالظبط دي حقيقه طب خليني اسالك بقى عن اخر صفقتين حصلوا يعني كده في الكره الطائره خلينا نتكلم على فريده ونتكلم لا انا في الاول اقول ان انا يعني على مجال الصفقات طبعا الصفقه بتاعت حمدي الصافي ما كان لها هي دي يعني لو السي في بتاعي في المجال ده هو حمدي الصافي ده كفايه بالنسبه لي لان حمدي الصافي ده اسطوره في الكره الطائره طبعا فطبعا انا بديت بحمدي الصافي وكان اخر حاجه كان كابتن ايه الشامي دي اسطوره كده طبعا فطبعا انا كنت مع الكابتن حمدي الصافي لما خلصنا موضوع كابتن ايه الشامي الكابتن ايه الشامي دي يعني بتفكرني بحمدي الصافي ازاي بقى ازاي بحس ان هي شايله على ظهرها حمل الفريق صحيح قيمه كبيره جدا لعيبه هايله بتتحمل المسؤوليه شوف بقى بتتحمل المسؤوليه تحتها 100 خط طبعا صح وهي شاعره دايما ان هي عندها ضغط لان عارفه ان الجهاز والدنيا كلها حط عليها امل ودي قوه الضربه الاساسيه بتاعت الفرقه فما شاء الله عليها فصفقه حمدي الصافي وايه الشامي اعتبر ان انا كفايه عليها وكده لا ازاي كابتن وفريد العسلاني طبعا فريد العسلاني طبعا دي قيمه كبيره جدا ده اليوبلس بس اليوبلس والاهلي صحابي يعني ما تعبتش ما تقوليش تعبت في الصفقه دي لا فريد العسلاني طبعا دي بنت الكابتن احمد العسلاني طبعا الزمالك نجم الزمالك طبعا طبعا كل الاتجاهات ان فريد تروح الزمالك عشان تيجي الاهلي ده كان شيء غريب هي طبعا فريده لعيبه ممتازه جدا ولغايه دلوقتي هي لسه فريده ما عبرتش عن نفسها بالشكل اللي هتوصل تبقى احسن هي عندها اكتر مشكله بكتير طبعا وفريده لعيبه قويه جدا وان شاء الله مستقبلها مع النادي الاهلي
هيبقى رائع ان شاء الله فريق العسلان. يعني قول لي برده كده كواليس يا كابتن، ما تعدينيش كده قول لي كان في صفقه وعملنا وظبطنا ورحنا، ما تاخدنيش كده وخلصنا ولا ما تاخدنيش كده. هو لا هو بصراحه كابتن حمدي الصافي بالنسبه للصفقات كمان ده رهيب، لانه يعني بصراحه وبعدين هو كفايه ان هو باختياره يعني عايز ايه الشامي. هو عارف، بص هو عارف هو عايز نجم، عارف هو عارف مين اللي بيتحمس ليا، عارف مين اللي يقدر. والحقيقه ايه يعني ما خسرتوش يعني، لا 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 ابدا 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 لا يعني. ايه الشامي ما شاء الله عليها كل اللعيبه، بس ايه الشامي زي ما قلت لحضرتك بتفكرني بحمد الصافي على اعتبار ان هي بتشعر ان عليها حمل كبير، وتد وتد عمود بتركز عليه الفرقه رغم اصابتها، لكن اللي احنا كنا حاسين بيها كانت عايزه تلعب ولعبت وادت، وكان ليها دور كبير طبعا. طبعا احسن لعيبه، طبعا احسن لعيبه ما شاء الله، فربنا يحميها يا رب. يا رب اي الكلام ده بيحط عليكي مسؤوليه شويه، وبتهيألي زي ما بيسعدك مع شخصيتك كمان اللي بنسمع عنها، لا كمان بيحط عليكي مسؤوليه واثار كمان. طبعا يعني على طول انا ببقى حاطه في دماغي ان يعني مش بفكر فيا انا بس، دايما ببقى بفكر في الفرقه ككل. يعني انا ما كنت عايزه العب، ما كنتش عايزه العب عشان انا عايزه العب لوحدي، لا انا كنت عايزه ابقى مع الفرقه عامه، خصوصا انا مش متعوده. انا كنت دايما بحضر التمرين بس ببقى بره، هم اللي بيتمرنوا، كنت بتمرن بدني بس كنت حاسه ان انا عايزه ابقى مع الفرقه يعني. صحيح. حتى لو مش هيبقى ليا دور كبير بس يعني ابقى شاركت معاهم في حاجه. فلما عرفت ان انا ممكن يعني ان انا ما شاركش اتضايقت جدا جدا. لما عرفت ان انا ممكن اشارك بس يعني حتى هبقى لسه مش بقوتي قوي، ما كانش عندي الثقه ان انا هقدر العب، بس كابتن حمدي هو اللي قال لي، هو كابتن ياسر بصراحه. هو كان بيعمل كده على فكره، هو لعيب والله. لا بص انا ايه الشامي يعني كان في يوم مضايقه جدا، يعني كان قبل البطوله تقريبا باسبوع بعد تمرين ولا لا كان ما كانتش لسه لعبت ايه الشامي، يعني قبل البطوله باسبوع تقريبا ما كانتش لسه لعبت، ما لمستش الكوره كان تقريبا شهر وي. فانا كلمتها يعني اتكلمنا كان على الواتس ساعتها، قلت لها ايه الشامي انت لو اتمرنتي تمرينه واحده قبل البطوله هتلعبي معايا البطوله، وفعلا اتمرنت 3-4 تمرينات قبل البطوله ولعبت وكانت متالقه الحمد لله ما شاء الله. يعني شوف ثقتك فيها، قلت لها تمرينه واحده انت عارف ان هي هتجيب نفسها ازاي. انا عارف، قلت لها ما تقلقيش انا عارفك وعارف امكانياتك، انت لو اتمرنتي تمرينه او تمرنتين قبل البطوله هتلعبي وهتبقي كويسه. بتهيالي لما يعني مش سيبك من المدير الفني، قيمه زي كابتن حمدي يقول لك الكلام ده ويقول لك انت هتتمرني تمرينه حتى لو انت وحشه هتبقي كويسه. انا ما كنتش عندي الثقه، يعني انا ما كنتش عندي الثقه دي، هو اداني ثقه انا ما كانتش عندي انا شخصيا. صحيح والله، يعني هو لما اتكلم معايا انا حسيت ان هو ازاي يعني، وهو ده اللي حصل فعلا. يعني انا اتمرنت تقريبا قبليها بثلاث اربع ايام يعني ما لحقتش، وابتديت احس ان انا ابتديت ارجع يعني حتى جايه الاستوديو رابطه ايدك لسه عيني يعني لسه حتى يعني الصباعين مربوطين مع بعض حتى زي الملعب، يعني لسه ما خفتيش خالص. بس يعني في الملعب بجد ما كنتش بحس بحاجه من كتر ما انا ببقى عايزه اكسب، عايزه العب. لا من الحقن برضه يا كابتن، الحقن والمسكنات على بعض برضه، الحقن والمسكنات يعني من ده نروح له فين بقى الوجع نبقى نتصرف فيه بعدين. والله لا بس فعلا في الملعب ما يعني الواحد مش بيفكر فعلا في الاصابه خالص يعني. طبعا يعني مهمه. وخلي بالك الكاس اللي انت خدتيه ده احنا حتى في الاستوديو طول البطوله عملنا مسابقه كده قبل الهواء، قلنا مين الكؤوس وقعدنا نتوزعها نقول بقى مين اللي هيقول ايه. كل اجمع ان ايه احسن لعيبه في البطوله، يعني ده حتى مش يعني مش بس حتى بالعين المجرده كده اللي كانوا ضيوف الاستوديو ايه احسن لعيبه. الحمد لله طبعا دي يعني ثقه كبيره قوي من الناس برضو، يعني مش عارفه يعني انا بحس ان ده بيبقى يعني هيبقى عليا اكتر ان انا قدام بقى يعني هيبقى في شغل اكتر، خصوصا ان افريقيا كمان هتبقى عندنا السنه دي ان شاء الله، فدي عايزه شغل بقى وتعب اكتر كتير عشان ان شاء الله تبقى اهلاويه. بس عندنا ثقه كبيره جدا فيكم ان شاء الله، يعني ثقه متناهيه، انتوا خليتوا الناس عندها ثقه، انتوا اللي خليتوا الناس تثق فيكم، مش 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 الناس هي اللي بتثق فيكم كده من نفسها. الجمهور اللي يجي ده ويجي يوم الماتش الفاينل وما عندوش ادنى شك ان فرقته هتخسر، دي مسؤوليه كبيره قوي طبعا، وده ان شاء الله ان شاء الله احنا مش هنخذلهم يعني. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله. ده انا بقى انا جاي لك ما شاء الله عليك، يعني طالعه ما شاء الله تاتش وود، يعني طالعه بسرعه الصاروخ، شفناكي هدوء فظيع، يعني الصغيرين بيطلعوا في الملعب بيبقى فيه توتر شويه بتاع، لا ما شاء الله ده انا مفيش توتر خالص. لا ما بحبش ابقى متوتره خالص في الملعب يعني، وكابتن حمدي دايما بيديني الثقه قبل الماتش، وكابتن ياسر والجهاز وكده، فهو انا بنزل الملعب بحاول ادي كل اللي عندي علشان ابقى قد المسؤوليه اللي هم مديهاني يعني. بس انا بامانه يعني طبعا شروق نجمه كبيره وهي المعده طبعا الاساسيه، اكيد انت بتتعلمي منها. بتعلم بس منها. انا عاجبني فيكي حاجتين، هدوءك على السيرف، يعني عندها هدوء، يعني ما حسيتش في لحظه ان انت توترتي خالص او دخلت على سيرف متوتره، لا بتلعبيه بثقه بثبات انفعالي على الشبكه،
انا كنت متخيل انت قصيره، فبقول يا رب دي بتعمل بلوكات دي ازاي، دي بتنط دي ولا ايه؟ فانت عندك الميزه دي كويسه جدا، شايفاها دي فعلا، انت حاسه بالميزه دي عندك ولا لا؟ ما هو الحمد لله يعني الطول مساعدني جدا ان انا اخد بلوكات وكده، وغير كده بقى في التمارين وبتمرن على البلوكات كويس جدا عشان يعتبر ميزة. دي اهم ميزه صحيح. عندي صحيح. بس وغير كده بقى يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى بصيره كويسه بس، وبتعلم بقى برضو من شروق كتير، يعني بقالي دي تاني سنه معاهم، فبحاول على قد ما اقدر اكتسب خبره من شروق يعني. طب هسالك سؤال، لو حصل ماتش مأزم وطبعا انت لسه دي تاني سنه ليكي مع الفريق الاول، يمكن اول سنه كانت السنه اللي فاتت كابتن حمدي وضح لي دي، لو حصل وكابتن حمدي ماتش جامد بطوله افريقيا والدنيا ولعه وماتش جديد وبتاع، قال لك ده انا يلا، وانت قايمه كده هتحسي بقلق شويه ولا مفيش الكلام ده خالص؟ هي دايما متعوده تنزل في الاوقات اللي صعب، يعني انا دايما هي متعوده تنزل في وقت صعب، بنبقى محتاجين لا اكتر بلوكات، اكتر بلوكات يعني بتنزل في وقت بتبقى شروق مثلا مكمله جيم ومحتاجين نزود نعلي البلوكات والطول على مستوى الشبكه، فبتنزل دايما بعد ال 20، ممكن تنزل 22 23 24 22 دايما، فمتعوده هي متعوده بتنزل في الوقت ده، والسنه دي عملتها كذا مره في الدوري وكسبنا. صحيح. وخلي بالك دي هتبقى يعني يعني زي ما بيقولوا ايه، في لعيب بتعرف عنه حاجه كده بتفضل فيه طول عمر، يعني تلاقيه دايما ايه هو النقط دي الحساسه احنا محتاجين لها، فخلي بالك دي هتبقى مكمله معاكي. لا ما هو السنه اللي يعني السنتين دول يعني ببقى في وقت معين انا عارفه عارف. لانها هتنزلي انا جاهز، انا بسخن، انا كوتش، انا جاي كوتش بدور، انا جاي اهو. في ميزه كمان في دانا وشروق، الحقيقه الاثنين بيحبوا بعض جدا، دي مهمه. شروق محتضناها بطريقه يعني انا ما كنتش متخيل كده، لا محتضناها وبتشجعها، فدي ميزه. لا يعني شروق عسل، شروق بصراحه ميزه كويسه يعني بامانه. شروق يعني في الملعب بحس ان هي يعني، لا شروق خدت خبرات كتيره جدا أكيد، وحتى بتوجه اللي مش معاه في نفس المركز، لا يا جماعه نعمل كده، لا شروق ليدر في الملعب، واكيد دانا استفادت منها كتير يعني اكيد، واكيد لسه هتستفاد، وهي اجيال بتسلم اجيال، وضع طبيعي ان هو بعد وضع يعني سنين طالت او اثرت، لازم احنا سلمنا اللي بعدينا واللي بعدينا يسلم اللي بعدينا، بس خلينا ناخد يعني قلب الاسد او قلب اللي هو يعني قلب الملعب كمان. معانا نور ياسين، ازيك يا نور؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا نور؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. شفناكي بقى الماتش امبارح بتلعلعي وحاجات يعني بقى اللي هي الحماسيه دي، يعني بصراحه ولعت الملعب. والله طبعا بحط ربنا وبعد فعل كابتن حمدي طبعا وبابايا، الموضوع بيولع مني قوي. لا يمكن بصي هقول لك، انت يعني حماسيه جدا جدا، ودي اكبر حاجه يعني بتميزك يعني في الكره دي، بص حتى طلع بكل يعني، بص يعني انا بقول يعني احنا بنعرض طبعا لقطه في نقطه انت حطيتيها، يعني الحماس ده تقريبا انا بقول انه ثلاث ارباع مستواك يا نور. والله هو بص حضرتك، هو الحمد لله يعني ربنا استطاع مع الحماس ده كله ان انا اقدر اتحكم في افعالي في الملعب وكده، بس الحماس ده فعلا بيطلع من القلب، يعني من كتر اللي هو ان انت شايل اسم نادي، وان هو زي ان هو انا عملتها، وطبعا ببص كده الحمد لله ان انت السبب اللي بيحصل ده، انت اللي قايل لي اعمل كذا واعمل كذا عشان تكسب، فبيبقى الحماس ده حاجه طبيعيه، ما تبقاش انت بتتحكم فيها، هي بتبقى حاجه طبيعيه تماما. طب نور بقول لك ايه، احنا كنا بنتكلم في الاستوديو التحليلي، قلنا في لاعبات كده ممكن تحترف بره، يعني عندهم الامكانيات الجسمانيه والمهاريه انها تلعب بره، انت واحده منهم. ما بتفكريش تحترفي؟ يعني ما بتفكريش تقولي مثلا اطلع اجرب حظي في اوروبا زي كابتن حمدي الصافي؟ ما بتفكريش تقولي مثلا اطلع اجرب حظي في دوري تاني ان شاء الله، حتى لو دوري افريقي قوي؟ ما بتفكريش في دي ولا دي مش وارده؟ هو انا طبعا لا، دي وارده جدا، انا بتمنى جدا ان انا احترف في اوروبا او في امريكا، لان او حتى في الدوري الاسيوي، لان يعني انت لما بتلعب مع ناس اقوياء انت بتزيد قوه اكيد، لكن الدوري الافريقي بيبقى على ما اظن يعني هو بيبقى قوي، بس على ما اظن ان الدوري الاحتراف بنشوفه احنا من مصر ان هو احتراف بره في اوروبا والدول اللي بره،
فاتمنى طبعا ان انا احترف، بس طبعا لما اجي ارجع في مصر لو احترفت ان شاء الله واجي ارجع في مصر اجي العب في الاهلي. اكيد طبعا. لا ما انت مش هتطلعي الاحتراف الا اكيد يعني بنادي الاهلي، واكيد هم طبعا ما بيقفوش في طريق حد، النادي الاهلي عمره ما بيقف في طريق حد. بس انا بقول ليه؟ لان انا شايف بامانه ما شاء الله عليكم اكتر من لاعيبه عندها الامكانيه ان هي ممكن تلعب بره وتلعب بره مريح، فانا عايز يبقى الطموح ده عند البنات زي الولاد. والله دي شهاده اعتز بيها جدا، واحنا الحمد لله عندنا طموح عاليه جدا ان احنا نحترف بره، وانا طبعا بتمنى يعني انا ان شاء الله لو جالي اي فرصه احتراف بره ان شاء الله اقدر اخدها. لكن الفكره الناس دايما لما بتيجي يقول لك اللعيب هيحترف بره لا ده هينسى انتمائه وبتاع وكده، لا 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 لا، حاجه اسمها انتماء للوطن. فالوطن عندي بالي نادي اهلي. صحيح. انا مطبيه في بيت اهلاوي. صحيح صحيح يا نور. نور ياسين طبعا. نوري لو فكرت في حاجه كده. يعني وعايز اقول لك برضه انت ليكي اخت بتلعب كمان صح؟ ليا اختي واخت. مين اكبر؟ انا اكبر واحده. هم برضه طالعين حماسيين كده يا نور؟ الاثنين بيحبوا الفولي جدا، هو تربيه بابايا الحمد لله. ربي يخليه لكم يا رب. ان هو اللعب القتال، لو انت ما عندكش روح القتاليه ما تلعبش. صحيح صحيح، احنا عرفنا جت منين الروح القتاليه يا نور. نور ياسين طبعا نجمه الفريق، الف شكر، الف الف مبروك الحقيقه، يعني امكانيات ما شاء الله كبيره، يعني كلامي صح ولا غلطان يا كابتن؟ يعني في امكانيات كبيره تحترف ان شاء الله، خلكم لك كلهم يحترفوا. انا لا عارف ان دي لا، بس اقول لك بامانه يا كابتن يعني هو الموضوع ايه، انا بفكر بيني وبينك يعني ليه ما بقاش عندنا محترفات زي ما عندنا محترفين؟ لا طبعا هو مطلوب طبعا لصالح منتخب مصر نمره واحد، ولصالح الكره الطايره في مصر سواء رجال او سيدات، ان اللعيبه تحترف طبعا، وبالذات لما يبقى صغيرين في السن ويطلعوا بره يحترفوا بس في نقله في انديه قويه. لا أحسن. بتلعب في النادي الاهلي بالزبط. تقريبا احسن نادي في العرب وافريقيا يعني المستوى لو اتنقل بقى، لا النقله بتاعت اوروبا، انديه في اوروبا متوسطه ممكن بعد كده انديه عاليه، فهيبقى احترفت حاجة. في روسيا يا كابتن؟ انا احترفت في روسيا. دوري صعب ودوري قوي. طبعا دوري قوي جدا جدا. يعني مفيش صالات بتاع عشان تسخن بتقعد ساعه تسخن؟ لا لا، هو مفيش مشكله جوه الصاله، المشكله بره الصاله. بره الصاله الدنيا صعبه. يعني يمكن حضرتك اول لاعب يحترف في الدوري الروسي بيتهيألي مصري. وبعديها احمد صلاح برضه احترف في الدوري الروسي، وعبد الله عبد السلام في الدوري الايطالي. طيب خليني اروح برضه لايه، يعني خلينا نتكلم على طموحاتك تاني مع النادي الاهلي. يمكن السنه دي عندنا الدوري وبعد كده بطوله افريقيه. بطوله افريقيه كابتن حمدي كان بيعدلها من شهرين ثلاثه انه عارف احتمال كبير ناخدها. يعني شايفه بطوله افريقيا ازاي؟ مستنيينها؟ فرصنا فيها كبيره، الاستعداد ليها هيكون اقوى؟ هي اكيد هتبقى بطوله مش سهله، بس احنا من السنه اللي فاتت، من ساعه ما خسرناها السنه اللي فاتت، احنا يعني نفسنا نلعبها تاني عشان نرجعها تاني للاهلي. اعتقد اكيد هيبقى التجهيز ليها هيبقى مهم جدا. اعتقد هنبتدي يعني على طول اعداد ليها من اول ما نرجع على طول الفتره دي، يعني ثلاث ايام مثلا هنبتدي اعداد لافريقيا. انا كطموحي كان نفسي يعني ان شاء الله ان احنا ناخد الرباعيه كامله السنه دي ان شاء الله، ما يقعش مننا اي بطوله، وخصوصا افريقيا يعني عشان السنه اللي فاتت لما ضاعت مننا، هي كمان هتبقى على ارضنا وهيبقى معانا جمهورنا ان شاء الله، فعايزاها ان شاء الله تبقى اهلاويه ان شاء الله. بتعملي ايه مع الدراسه؟ ايه الكارثه الكبرى لكل لاعب بيتالق مع فرقته وهي الدراسه؟ لا هو انا في العادي والله هو انا بحاول انظم ما بينهم، بس هو السمستر ده يعني حصل دروب عشان كان الاول كنت في المنتخب فسافرت كتير ورجعت ما كنتش لان كنت هقصر مع النادي. فانا ما كنتش عايزه كده، فاخترت ان انا السمستر ده اعمله دروب احسن يعني واكمل مع النادي، ومن السمستر الجاي ابتدي ان شاء الله. طب انت ازاي تقولي الانجي ما تجيش الاستوديو وتبقى معاكي في البلع؟ ازاي امبارح تقولي الانجي كده؟ لا ده انا ليا حساب كبير. سمعتش كلامي برده جد؟ جد طبعا لازم. لا بس هي كانت هنا قاعده قلقانة عليكي جدا. طبعا جدا جدا. هو كان عشان دي كانت اول تقريبا فاينل من غيرها، الفاينل اللي فات كانت هي معايا عادي، فكنت قلت لها يعني ازاي يعني ما تبقيش معايا في الملعب وتروحي وكده، بس خلاص يعني. بس بامانه بقى مش شغل يعني كاميرات وتلفزيون، بامانه في الملعب بتبص لها وتاخدي رايها ولا؟ وهي بتلعب يعني ولا؟ لا انت بتلعبي وهي قاعده جنبك، يعني هي في المدرجات مثلا. وفي الملعب بتبص لها؟ هي دي ما حصلتش ولا مره، دي يعني البطوله دي هي جات لي مره واحده. دي اول بطوله، فهي جات لي مره واحده شفتها الصراحه، بس يعني اللي جاي بقى مش عارفه. بس بعد كده اتفقلي بعد كده لما يبقى عندك ماتش فاينل هجيبها هنا. هجيبها هنا. روح على بنوك الصالات بقى سيبيها هنا عشان مصلحتي. يعني برضو نفس الكلام لدانا، يعني دانا انت طالعه في تغطيه اعلاميه كبيره طبعا ما شاء الله على الفريق، يعني بيتهيألي جديد على يعني انتوا طول عمركم بطولات، بس هو الجديد ان الناس كلها بقت متابعاكم.
هو طبعا يعني بيبقى ضغط علينا كفريق سيدات في الاهلي ان هو يبقى فيه سبوت جامد عليه، خصوصا ان احنا بقالنا كانت فتره كبيره ما كانش في حد بيهتم بينا وكده. فبتبقى الضغط الاعلامي ده بيدينا حافز ان احنا نبقى بنلعب باحسن ما عندنا عشان نوري الناس كلها ان احنا نقدر نعمل حاجه ونقدر نوصل ونقدر. بس احساس تاني لما تمشي في النادي تلاقي الناس عارفاكي، ده هنا وتلاقي البنات الصغيرين. هي احساس تاني خالص الصراحه. يعني في ناس دلوقتي بتقولي لي بيقولوا لي يا كابتن دانا. شفت بقى كابتن دانا؟ كانت بتقولها كابتن دانا بتقول لها كابتن دلوقتي. شعور تاني. شعور تاني خالص. طب بتعملي ايه في الكارثه الكبيره بقى اللي هي المذاكره والامتحانات؟ هو والله بحاول، يعني هو بحاول. السنه دي اخر سنه ليا ان شاء الله في المدرسه ثالثه ثانوي، بس انا اي جي يعني، فهي المشكله كانت قبل كده يعني. قبل كده فخلاص. فاضل لك كام ماده في السنه؟ مادتين. بتحسني فيهم ولا المادتين دول يعني لا مادتين خلاص هم اللي هيحسموا الجامعه ان شاء الله. عايزه تخشي ايه؟ Applied Arts UC. طب كويس، وده هيساعدك في الفولي. خلي بالك كابتن حمدي قاعد بيسجل لك عشان لو بيساعدك في الفولي هيبقى ليه تدخل تاني خالص مع بعد اذن كابتن حمدي. يعني مش هنخلص من سنه ونخش في حاجه صعبه، فيعني برضه حس بينا شويه، يعني حس بالفرقه شويه. كل حاجه صعبه. طيب هعمل ايه؟ لا اكيد. لا انت بصي، الرياضي بيبقى عارف مصلحته، مش محتاج حد يوجهه على فكره. هو عارف انا داخل ليها هعمل، هسوي، انا هعمل، انا هشيل المسؤوليه، لان هو بيحط المسؤوليه. بالظبط. يعني احنا بقى لنا اكتر من 12 سنه في التعليم. صحيح. فالدنيا هتبقى اسهل ان شاء الله يعني. طيب خليني اسال كابتن مجدي سؤال سريع بس. ايه قصه كابتن مجدي بيبو بقى؟ عشان ايه؟ يعني طبعا اسمك اقترن طبعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب، فاقول لي قصه الاسم ايه؟ والله انا هقول لحضرتك، انا اولا كنت بلعب كوره. كوره دايم. تمام. والمهم ان انا يعني اتشاءت الظروف ان الكابتن ابراهيم الشيخ الله يرحمه هو اللي اكتشفني. وانا كنت بلعب في دوري المدارس، فبعد الماتش جالي الكابتن ابراهيم الشيخ وقال احنا عايزينك معانا في نادي النصر. انا كان ليا اخ بيلعب في النادي الاهلي اكبر مني، كنت انا بحاول بقى اروح الاهلي المهم رحت نادي النصر، كان الكابتن الخطيب بيلعب في نادي النصر. صحيح. ادي اول واحده. صحيح. المهم رحت، هو كان انت هيتنقل للنادي الاهلي والكلام ده، فانا لعبت في نادي النصر وبتاع، وكان الكابتن ابراهيم الشيخ قال لي انت هتبقى زي الكابتن محمود الخطيب اللي كان عندنا. المهم دي اول حاجه. تمام. نمره اثنين، انا الكابتن محمود الخطيب بحبه حب، انا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا حاسس ان دمه بيجري في الواني، لان انا دلع كان لعيب كوره فوق العادي. صحيح. يعني انا اشوف لعيب الكوره كتير وميسي لا الكابتن محمود الخطيب ده حاجه ثانيه خالص. ده حاجه في الكوره، هو ده اللي ده الممتع، ده اللي بيلعب كرة. ده يعني فانا من كثر حبي وعشقي في الكابتن محمود الخطيب كنت بقى بقلده وشعري فكان في دكتور وجيه حمدي ده مدرب كره طايره، والمهم من كتر عشقي للكابتن محمود الخطيب وحبي ليه فهو اطلق عليا اسم بيبو. فعلا. ده الكلام ده اول ما اشتغلت انا بقى في النادي الاهلي وفي الكره الطايره، فاطلق عليا اسم لقب بيبو. وفضل لقب مقترن بيه. انا لما جت خطيبتي تيجي النادي وسالت عليا انا ما حدش يعرف اسمي، يعني في ناس ما يعرفوش اسمي ان انا اسمي مثلا محمد مجدي. فهي قالت انا عايزه داخل يا كابتن محمد مجدي. مفيش حد هنا هي بقى اللي بيلعب بيشتغل في الفولي، فكان في عامل نصار قاعد بره قال لها اسمه بيبو. قالت ايوه ده هو. فانا كابتن محمود الخطيب انا يعني صحيح حبي ليه. صحيح. ربنا يديله الصحه معشوق الجماهير، واللقطه بتبين يا جماعه. طبعا. لا ده اصل الكابتن ده حاجه قيمه كبيره وسنقدر نتكلم عليه. صحيح. دي حاجه رهيبه يعني. طب كابتن حمدي بقى معلش، يعني حضرتك كنت عارف ان كابتن محمود الخطيب جاي الماتش امبارح كرئيس النادي الاهلي طبعا، فيعني حضوره امبارح للمباراه كنت شايفه ازاي؟ لا هو الحقيقه ادى قيمه للبطوله نفسها، مش كفايه الدفعه المعنويه للعيبه وللجهاز وللفرقه كلها، لا البطوله كلها يعني اداها قيمه. يعني احنا لو كنا حققنا البطوله في عدم وجود الكابتن الخطيب غير تحقيق البطوله في وجود الكابتن الخطيب. الحقيقه قيمه كبيره، وطبعا دعم قوي لينا، وكان متابع على طول. انا عارف انه متابع النتائج بتاع الفريق وبيسال على الفريق، وقبل البطوله تمت اتصالات بيا من اعضاء مجلس الاداره ودعم لحضرتك ودعم ليا وللفريق، وعرفوا ان في اصابات في الفريق دعمونا بلاعيبه ثانيه اجنبيه، الظروف ما سمحتش ان هي تلعب معانا. بس الحقيقه كان كل هو ده النادي الاهلي يا كابتن. كل الظروف الحقيقه كانت دعمانا جدا ان احنا نحقق البطوله. هو ده النادي الاهلي. طب اعزائي المشاهدين، طبعا انا الوقت بيمر سريعا، طبعا انا بشكر كابتن مجدي بيبو طبعا، وبشكر ايا الشامي، وبشكر دانا.
لازم نطلع فاصل عشان نرجع يعني نقطع التورته مع بعض ونحتفل بنجومنا، لان ده الحقيقه اقل حاجه نقدر نعملها، فاصل صغير ونحتفل بقى كلنا مع الجهاز الفني واللاعبات بالمكسب الكبير ده. فاصل صغير وارجع لحضراتكم. لسه مكملين احتفالنا مع طبعا مع ابطال العرب لكره الطائره السيدات. الحقيقه طبعا الاستوديو كان نفسنا يبقى فيه كل الجهاز الفني واللاعبات، يمكن كابتن حمدي الصافي محتاجين نشكر اعضاء الجهاز اللي مش معانا. اتفضل يا كابتن. الحقيقه طبعا احنا عندنا جهاز على اعلى مستوى، عندنا الكابتن ممدوح نور مشرف عام، كابتن ياسر صلاح مدرب عام، الكابتن ايهاب حسن اداري، كابتن راني عبد العزيز طبعا مخطط احمال ولياقه بدنيه، وكابتن سيد سليم علاج طبيعي، ودكتوره ايمان دكتور طبيب. وكمان كان في مجموعه من اللاعبات يمكن اربعه كانوا خارج البطوله. الحقيقه طبعا احنا ظروف البطوله 12 لاعب فقط، ولكن عندنا مجموعه من اللاعبات طبعا لا يقل مستوى عن الموجودين. عندنا مريم متولي ظروف الاصابه منعتها، عندنا مروه مجدي، ايه الشافعي، مايا ممدوح، سلمى سعد، وندى وليد. الحقيقه يعني كلهم مجموعه متميزه جدا وساعدونا في فتره الاعداد وكانوا موجودين معانا، وان شاء الله هيبقوا موجودين معانا في المستقبل باذن الله. طب كابتن يعني نقطع التورته مع بعض، يلا بينا والف الف مبروك. يلا كابتن حمدي معايا، كابتن مجدي اتفضل يا جماعه. الف الف مبروك، اسعدتونا بالبطوله يا جماعه، ويا رب تكسبوا انتوا ان شاء الله، نحتفل بيكم يعني مرانا وتكرانا يا رب ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، طبعا يا رب يكتر بطولاتنا ومكسبنا ونادي الاهلي لا ينقطع فيه البطولات. النهارده احتفلنا ببطوله الباسكت، وامبارح احتفلنا ببطوله الكره الطائره، ولسه منتظرين كمان وكمان بطولات ان شاء الله. واكيد ملوك الصالات هيكونوا واقفين يعني في ظهر كل فرقنا، لان ده واجبنا الطبيعي، وكرة نادي الاهلي ده واجبها انها تبقى واقفه جنب الابطال الحقيقه اللي هم اللي بيضحوا بالعرق والمجهود. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونتقابل تاني ان شاء الله في ملوك الصالات في رحله جديده وقصه جديده من قصص ملوك الصالات. تصبحوا على خير.